Fiction. Tell my name. Two books. Fiction. Fiction. When we can throw in طيب احنا اتفقنا مش عايزين كلام عشان نقدر نفهم الحته. هل في امتحان هياخده بالانفكشن في النيتس؟ لا. هل في امتحان هياخده بالبريثنج بروبلمز؟ لا. فده يكلمكم تركزوا معايا. الموضوع بتاع النهارده اولا مهم جدا جدا البراكتس. يعني اول ما هتخلص ان شاء الله تعالى هتستلم امتياز أو لما تروح مستشفى الجامعة عشان تدريب أو يوم لازم هتتصل بحالة انفكشن، لازم هتشوف حالة ديفكالت بريثنج، لازم هتشوف حالة أبي. يعني الحالات اللي هنشوفها النهارده دي أو هنتكلم عليها إن براكتس مهمة جدا. تمام؟ يعني كل سيستم في الدور في نفس الوقت.
تمام؟ الحاجة دي هتجيبني بالشكل ده كده بالظبط. وهقول لك الآتي، إيه الديفرنشال جوز أنت هتحطه هتفكر في إيه؟ الحاجة التانية هنشخصه إزاي؟ ده الموضوع بتاع النهاردة. طيب إمتى أقول للعيان ده كلينيكالي سسبكت السيبسيس؟ إمتى أقول كده؟ لو بصينا على الشاشة هنلاقي كلها حاجات نقص سبيسيفيك. بتاع طفل جاي مش بيطلع كويس، الفيبر بتاعه بترفع وبتنزل، التمبشر عنده، ستنشن عنده، دايريا عنده، بوتو عنده، فوكس، يعني حاجات كلها نقص سبيسيفيك لحاجة معينة. فلما الطفل بتاعي ابتدى يبقى وحش بعد ما كان كويس، أبدأ أفكر أول حاجة أفكر فيها هو التمبشر. تمام؟ فبالتالي لما حط في حاله انفكشن هطلب ايه او هسال ايه الحاجات اللي هتبقى مطلوبه اعملها؟ نمره واحد لازم ادور على اعمل سي بي سي كامله كومبليت بوك داون واعمل سي ار بي جولا مندكه، يعني اول ما اقول يا بسم الله اعمل هعرف اعمل جولا دي بعد شويه، يعني جولا ده عشان حصول الحاله اذا كانت ماشيه سيكت سيرسز ولا لا. طيب قبل بس ما اخش الانستيشنز العميقه شويه، عايز اقول الانفكشن في النيوريتس بصفه عامه بيجي لي في الوحده في صوره نيوريتا سيبسيس. حلو؟ ممكن يبقى في صوره بكتيريا، فيرال، هيبيتسيا، فانجر، ايا كان. بس الغالب اللي عامل هيجي لي بيها في البطن هي حاله سيبسيس او انفكشن سيستم انفكشن. فلما يجي في حاله زي حاله ادم كده هتشوف سي بي سي وسي ار بي لولا ما اتجدد. وبعد كده هدور على حاجه بيسموها عندنا في الاطفال السيبسيس ماركرز، ايه الحاجات اللي بتقول لي ده احتمال كبير يطلع سيبسيس. تمام؟ بلس وماينس الحاجات اللي عليها تحت خالص دي، بلس وماينس الحاجات اللي فوق دي مكتوبه دي اسينشال هعملها اللي هي سي بي سي والسي ار بي والفانكشن. بعد كده متاح اعمل ريد ايميجنج او لا؟ متاح اعمل ايميجنج او لا؟ متاح اعمل مش عارف سونار او لا؟ اي سونار. كل 100 طفل هيجي لي، كل 100 هيجي لي بنفس الصوره بتاعت تاني ده، هيطلع تقريبا 80 حاله منهم فعلا سكسس. مش في عند 20 حاله ثانيه مش هيطلعوا سكسس. انا بقول ليه بعمل ده؟ عشان لو انا جيت غلبت على السكسس ومشيت في الطريق ده ومفيش ريسبونس كويس ما تحسنش معايا، الله يكرمك اسكوب وراجع حساباتك وشوف ربما يطلع حاجه انت بتقول عليها حاجه. خلاص؟ دي أهم شريحة النهاردة نطلع بيها من المحاضرة بتاعتنا. إيه الديفرنشال ديجنوزيس والسيبسيس؟ إحنا اتفقنا في 80% 80% هيطلعوا انفكشن، وفي 20% مش هيطلعوا انفكشن. هيطلع إيه؟ ممكن يطلع انترا انتربرال هيموريج. وعاطي بيكشر هيجي لي نوضي البويل وفي مثلا ستيبل وجورنس وستنشن يرجع، يعني حالته العامه متبهدله. ممكن يطلع ميتابوليك ايرور. يعني ايه ميتابوليك ايرور؟ يعني عنده الميتابوليزم بتاعه فيه حاجه غلط مش ماشيه صح زي ما هنعرف بعد كده في المحاضره. ممكن يطلع سيفير انفلاماتوري ريسبونس، يعني سيفير كروما، سيفير بيرن، سيفير انفلاماتوري ريسبونس لحاجه معينه مش انفكشن. تمام؟ ممكن يطلع هايبر انيميا. ودي فيري كومن عندنا في اليونيتس بالذات في الاطفال اللي هم بريتل. خالص واخد 10% لو خدت بالكم على الشاشه معروف 10% هيطلعوا اتش اي اي. يعني ايه اتش اي اي؟ هايبوكسيك اسكيميك انكيبيرزم. الطفل اثناء المرحله بتاعت الولاده اثناء الرحله بتاعت الولاده ممكن يتعرض لحاجه اسمها هايبوكسيا او اسكيميا. يعني بلاد سبلاي رايح للبرين، بلاد سبلاي رايح للبرين او الاكسجين رايح للبرين او هما الاثنين في المراحل. فهيديك بيكشر بالظبط زي السيبسيس بالظبط. تمام؟ انا متوقع النهارده ازاي اشخص حاله السيبسيس، مش ازاي اشخص حاله هالوكسجين، مش ازاي اشخص حاله ميتابوليك ايرور. متوقع النهارده ازاي اشخص حاله السيبسيس. لو انا شكيت
انا الطفل دوت عنده انفكشن وعامل له يونيتا سيبسيس، هعمل حاجه بيسموها يونيتا سيبسيس بارتنرز، هدور عليه. ليه طيب؟ يعني ليه انا يهمني اشخص ده سيبسيس او لا؟ نمره واحد عشان اعمل اكسكلوجن لل 20% التانيين اللي مش هيستجيبوا معايا، صح؟ الحاجه الثانيه ان انا هكلف العيان دراجز انتي بايوتكس فلويدز مش عارف ايه حاجات عشان عليه سيبسيس. فلو هو مش حاجه سيبسيس وكلفته بزياده انا كده اضطريت العيان على فكره ضريته. فلازم في الاول اقول ان دوت سيبسيس فعلا وعشان كده هبدا العلاج. السيبسيس ماركرز يعني ايه؟ يعني اعمل تيست اقدر اعرف فيه ده انفكشن او لا، صح؟ فالايديا ماركر المفروض يبقى سنسيتيف 100، يبقى سبيسيفيك 100، يبقى شيك، يبقى رخيص يعني مش غالي. للاسف الى الان مفيش تيست واحد يقول لا انفكشن او لا، مفيش. ما عدا تيست واحد بس اللي هو البلاد كالتشر. البلاد كالتشر يعني ايه؟ يعني سرحت البلاد بتاع الطفل ده ولقيت في الاورجانيزم مره واثنين وثلاثه، لا خلاص يبقى ده خلاص انفكشن، صح ولا لا؟ بس للاسف البلاد كالتشر فعليا بتبقى وصلت في حوالي 20% بس من الناس اللي عندهم انفكشن. يعني هو اوريدي فعلا انفكشن، يعني هو اوريدي فعلا سيبسيس. للاسف يا جماعه البلاد كالتشر مش كلهم هيطلعوا بوزيتيف، هيطلع بس تقريبا خمس الحالات او ربع الحالات بس، او ثلاث ارباع هيرفع بلاد كالتشر نيجاتيف في حين ان هو سيبسيس فعلا معايا. يبقى اقدر اعتمد على البلاد كالتشر لوحدها ولا ما اقدرش اعتمد عليها؟ ما اقدرش اعتمد عليها، صح؟ هي بس بتساعدني، لو طلعت بوزيتيف يبقى خلاص انا همشي وراها، طلعت نيجاتيف لا ينفع. طب ايه بقى الخطوات اللي هعملها عشان اشخص بقى حاله السيبسيس او الانفكشن؟ انا واحد هعمل سي بي سي والسي ار بي والسيبسيس ماركرز وحاجه بيسموها السي اس اف والنيورو كالشر والسي ار بي السي ار بي والبروكال سكرين والسايكوكاينز وحاجه بيسموها سي بي ان سي بي 64 سي بي 14 وحاجات كده. كل واحد من دول له ميزه وله عيب، يقدر يشخص او ما يقدرش يشخص. سنسيتيف بس مش سبيسيفيك، سبيسيفيك بس مش سنسيتيف، اند سو هل البلاد كالتشر هل البلاد فين؟ السي بي سي دي فين في حاله سيبسيس او انفكشن؟ يقول لك لازم تلاقي ثلاث حاجات. لازم الاقي ايه؟ ثلاث حاجات. نمره واحد ليوكوسايتوزيس ومعاها نيوتروفيليا او ليوكوميديا، دي واحده الاقي فيها ثرومبوسايتوبينيا يعني الليتلس بتاعت البلاطيا، دي الثانيه الاقي فيها حاجه اسمها توكسيك برينوميشن. لما الاقي الثلاث حاجات دول مع بعض الاقيهم كده مع بعض، الاقي ليوكوسايتوزيس او ليوكوميديا ومعاها ثرومبوسايتوبينيا ومعاها توكسيك برينوميشن، يقول لي الطفل ده بنسبه 94% عنده انفكشن. يعني ما في 6% هيدوني نفس البيكشر ومش هيطلع البيكشر. فلما الاقي الحاجات دي في السي بي سي ترشح، خاصة لو لقيت البلاد كالتشر بوزيتيف، صح ولا لا؟ يعني في عيان عملت له بلاد كالتشر طلعت بوزيتيف، عملت له السي بي سي طلع في ثرومبوسايتوبينيا وتوصل بالريليشن وكان في ليوكوسايتوزيس، لا لان العيان ده 99.9 هيطلع انفكشن فعلا وهبدا تريتمنت على اساس ان هو سيبسيس. السي ار بي مش عايز اقول لكم ان السي ار بي ده اكتر تيست او اختبار بيتعمل عندنا في الحضانات على مستوى الاطفال. ليه؟ لان هو اكيوت فيز الاكتيف يزيد مع اي انفكشن ايا كان نوعه، خاصة البكتيريا انفكشن. الحاجة التانية كل ما بيزيد كل ما بيقول لي ان الديجري او السيفيريتي اوف انفكشن عالية، كل ما يقل معايا اعرف ان الانفكشن او السيفيريتي بتتصلح معايا. الحاجة الأخيرة شيب تيست، يعني لو قعدت عملته في المعمل مش بيتكلف حوالي 15 20 جنيه. في حين إن في اختبارات تانية هعملها بعد شوية بتعدي 600 و700 جنيه. فيبقى الأسهل أعمل أبو 20 جنيه ولا أبو 600؟ أبو 20 جنيه. تمام؟
طب هل هو سبيسيفيك في الانفكشن بس؟ لا، ممكن يطلع في دروما، في الانفلاميشن، في الانفكشن، في الكاميرا، مش كده، حاجات كثيره باي انفلامات بروسيسور طبعا سيارة. ايه اللي ادق شويه من الجروب من السي ار بي؟ حاجه بيسموها الجروب كالسيكولين، ده مرفر يزيد مع الانفكشنز especially البكتيريا انفكشن. يعني لو انا شايف ان الطفل دوت فعلا سيبسيس بكتيريا وعملت الجروب كالسيكولين ولقيته عادي يبقى انا ماشي في سكه انه سيبسيس فعلا. طيب مور سبيسيفيك ذان السي ار بي، يعني هو كريتيريا هنا اعلى شويه من السي ار بي اللي ده انفكشن، ونمكن الاعتماد عليه ان انا اكمل انتي بيوتكس او يعني ممكن اعتمد على الجروب كالسيكولين لو لقيت الليفز بتاعته عاليه ان اكمل او ستوبج الانتي انتي بيوتكس لو اللاينز بتاعه ابتدت تنزل الليفز بتاعته ابتدت تنزل. تمام الانترلوكين 6 كل دول حاجه بيسموهم سيبسيس ماركرز، لا ياخدوا امتحان هيجيلكم بالانفكشنز والسيبسيس ماركرز. تمام الانترلوكين 6 حد يسمع عنه؟ لا، نوع من انواع السيتوكاينز بيطلق سبيشال في انفكشنز. كل ما يعلى كل ما العيان ده يبقى باد بروجنوسيس. خدتوا بالكم؟ الجلوكالسيكولين يقول لي ده بكتيريا مش فايرال. السي ار بي يقول لي في الغالب انت ماشي كويس او لا، بس لقيت الرقم 6 كل ما يعلى كل ما قلت العيان ده الاول كان بتاعه حلو او وحش، فهيفيدني في ايه؟ في البروجنوز بتاع العيان. طب هل هو سبيسيفيك فور انفكشن؟ للاسف يطلع مع انفكشن مع انفلاميشن مع كروما مع فيجر اي حاجه. في عندنا حاجه بيسموها السي دي هات، السي دي اللي هو كلاستر ديفرنشيشن اللي هو الريسبتورز اللي موجوده على الوايت بيسيز من بره. وجدوا ان في بعض انواع الوايت بيسيز اللي عليها كلاستر ديفرنشيشن معينه بتزيد في الانفكشن. اشهرهم حاجتين السي دي 64 اند السي دي 14، دول بيعلوا في حالات الانفكشن. السي دي 64 ده موجود على النيوتروفيلز مش موجود على اي حاجه ثانيه، في حين السي دي 14 موجود على الماكروفيلز مش موجود على المونوسايتس. ايا كان مكانه السي دي 64 السي دي 14 بيزيدوا في حالات الانفكشن والسيبسيس، بس ما زالوا نوت سبيسيفيك نوت سينس 100%. دلوقتي حاليا في حاجات طالعه جديد بيجربوها مور سبيسيفيك اند مور سينس، دي مش مجالكم يعني مش هنخوض فيها عشان دي بوست جرادويت اكتر منها اندر جرادويت. انتوا لقيت الشريحه اللي فاتت دي متوقع تعرفوها، تعرفوا السي دي 64 السي دي 14 انترلوكين 6 جلوكال سكرين سي ار بي بلاد كالتشر ان سيبسي. الحاجات دي واضحه في ذهنكم ولا لسه متربطه؟ واضحه. ده جدول يقارن ما بين كل واحد والتاني، يعني ده افضل من ده في ايه؟ هل ده سبيسيفيك مور سبيسيفيك ولا مور سنسيتيف ولا مور بروجنوستيك، وهيزيد في الانفكشن بس ولا في المونيا ولا في الاكتريميا ولا في المونتايز اند سو اون. ان كونكلوجن اي عيان هيجيلي نوت دورينج جوين از كونسيدر انفكشن از كونسيدر سيبتيسيميا انتل بروفد اذروايز. دي اول قاعده. اوكي الحاجه الثانيه البلاد كالشرز او السي اس اف كالشرز او اليورين كالشرز مش بتطلع بوزيتيف في اكثر من ربع الحالات. الحاجه الثالثه ان في حاجات شبه السيبسيس بالظبط ما ننساهاش بتمثل 25% من الحالات اللي هتجيلي نوت دورينج جوين. صح. الحاجه الاخيره مفيش سبيسيفيك ماركر للسيبسيس. امتى افكر ان العيان ده مش سيبسيس خلاص؟ يعني امتى افكر ان النقطه دي مهمه خالص؟
انا خلاص اعتبرت ان هو سيرسيس ان الكلاش بتاعه طلع بوزيتيف والسي ار طلع بوزيتيف والكلاس طلع بوزيتيف والسي سي بتاعه بيقول لي كده وانا ابتديت العلاج فعلا. مين بقى الحاجات اللي اقدر اقول عليها دي مش ماشيه مع الانفكشن مش ماشيه مع سيرسيس؟ نمره واحد لو اللاب بتاعي مش ماشي مع الكلينيكال بتاعي يعني السي سي بتاعه كويس لو كان شغال جيد السي ار بي مش عالي الجلوكوز ليفل مش عالي الله عن شكل وحش يبقى انا ما كانش كده وهو ده انفكشن وتيجي بقى تبروتكس وتعمل في الطريق ده لا لو سمحت ستوب وارجع خطوه لورا وراجع حساباتك فين. في نمره واحد لو اللاب انفستيجيشنز مش ماشيه مع الكلينيك صح. حاجة تانية لو عملت تريتمنت فعلا ويوم واثنين وثلاثة وأربعة مش بيحسن يبقى ساعتها فكر إن أنا ماشي غلط ممكن تبقى السنسيتيفيتي غلط تبقى البلاد بريشر بتاعتي مش صح ممكن يبقى التريتمنت نفسه غلط أراجع التريتمنت تاني أو أراجع الدياجنوزيس تاني. تمام. الحاجة الثالثة صلحش معايا يبقى ساعتها افكر ان دوت مش سيرسيس مش انفكشن. الحاجه الثالثه لو بيرسيستنت ويكنس بيرسيستنت ويك سايز. الحاجه الاخيره لو العيان دوت من البدايه يعني اتصلح شويه وبيرجع تاني اتصلح شويه وبيرجع تاني مفيش انفكشن اتصلح منك كل شويه مش كده انت هتفكر في حاجه ثانيه هايبوكسيا اسكيميا ميتابوليك ديرم اند سو. احنا كده خلصنا الجزء الاول بتاع المحاضره اللي حضرتك هنرجع بسرعه لحياه ادم جاب ايه؟ النار سبيسيفيك سيرفيس صح؟ اشخصه ازاي؟ السي بي سي والسيرسيس نار بي افكر في ايه؟ سيرسيس او حاجات شبه السيرسيس خلاص؟ ده الايتم الاول عايز اوصله في المحاضره. في جزء تاني خاص بالبيزنس انا عايز اسال تورمنتس ريفريشمنت يعني عايز تفضل يطلع يطلع عايز يقعد يعني تورمنتس وهنبدا جزء تاني. موست كومن كوز اوف مورتاليتي والموست كومن يعني تريتبل ديزيز يعني في حاجات تانية مش تريتبل. المهم يعني الطفل كان بياخد تريتمنت تقريبا 14 يوم على انه هي سيبسيس وبرغم من كده مفيش جود ريسبونس الولد لسه ستيل عنده ستنشن ونوت دوينج ويل ما بيرباحش كويس وجونس ما تلفتش وبيحصلوا ابني كل شويه كل شويه كل شويه وكانوا عندهم كل الماركرز دي كلها وكلها كانت ماشيه في سكه الانفكشن بتاعها كويس. تفتكروا انا طلبت ايه؟ يعني خلاص هم عاملين كل الماركرز اللي حكينا عليها كلها دي تطلبوا ايه؟ مش متحسن. اترو ارتيريال بانكريزي طلع اسيبوتيك كانوا عاملينها. قلت له حاجتين. قلت له سيرم امونيا ليفل وطلبت له اما الايو بريد. الولد ده طلع ايه؟ طلع الصف على دنويد هيمولوجي وهو ده اللي مخليه نوت دوينج ويت البريد بتاعه مش عارفين في نفس التوقيت الامونيا بتاعته كانت سيفيرلي الفيديو كانت تقريبا 2000 مكسر عن النورمال ما بيعديش 180 كان عنده سيفير هايبر امونيا. بعد ما عمل جولد بعد ده عمل حاجه اسمها ميتابوليك سكرين نشوف ايه المشكله اللي رافعه على الامونيا دي. طلع عنده حاجه اسمها اورجانيك اسيدينيا. اورجانيك اسيدينيا دي حاجه يعني فيري ريل انها تحصل. بس هو لسوء حظه ان هو كان مشخص الانفكشن وماشي في السكه دي فقط. لما ابتدينا بقى نصلح الوضع بتاعنا رجعنا خطوه لورا بقى وادينا علاج الهايبر امونيا وادينا علاج الاورجانيك اسيدينيا والاسيدوزيس اللي كان موجود. الولد ده على مدار 6-7 ايام اتصلح. وروح تاني يوم ضاد ايه تفسيرها؟ قدر ربنا
ماشي قضاء ربنا بس في سبب. طيب اللي عايز يعرف من هنا يعرف بس اخر محاضره. معالج الصدر تشويق ده بس سسبنس. انا ما بحبش الحاجات دي. قول يا عم تشويق سسبنس ده بتتكلم. هو ممكن يكون مات من اي سبب تاني عادي يعني. انت جالك انفلونزا وحصلت لك حادثة مثلا. بس ازاي اقول لك صبر اخويا ده عمري لمده 13 يوم. قبل ما اخش في الكوزس اوف ستريس، الكوزس اوف ديفيكالت بريزنج،
لازم تبقى عارف يعني كلمة أبني. يعني كلمة أبني؟ أبني أو سيسيشن أو توست أوف إنسبيريشن فور 15 تو 20 سكندز. النفس ويف لمدة 20 ثانية. بس كده؟ لا. لازم يكون معاها بريك تايم. لو حصل سيسيشن أوف إنسبيريشن ومعهوش بريك تايم كده ما يبقاش أبني. طيب ليه بيحصل كده في المينيتس؟ ساعات بيحصل برايمري لوحده كده مع الاسباب هنقولها بعد شويه، وساعات بيحصل سكندري تو انذر بوست. يعني واحد عنده انفكشن، واحد عنده سيبسيس، واحد عنده هيمرج، واحد عنده انفايتس، فيحصل له ابني نتيجه السبب ده. طيب ما نعديش الابنيه من غير ما نعرف حاجه بيسموها ابنيه اوف بريماتشورتي، اللي هي اصل البرايمري ابني، بتحصل مع نفسها من غير انفكشن، من غير سيبسيس، من غير هيمرج، من غير حاجه. هي نفسها بتحصل وذوق كوز. طب بتحصل ليه؟ عشان ايه ماتشورتي بتاع السكريبتور سنتر، عشان الويك ماسلز بتاع الفرنجال ماسلز او غيره. فبالتالي بيحصل له ستورج اوف بريثنج عشان السكريبتور سنتر بتاعه ويل ديفلوبت. ممكن يحصل له اوبستراكتيف ابنيه، يعني الفرنجال ماسلز تقفل نتيجه باك بوزيشن. فكركم المريض عندنا في الحضانه يعرف يعدل عبده او يعدل نفسه؟ ما يعرفش. فبالتالي النفس عليها دور كبير جدا في مراعاه الابنيه اوبستراكتيف ابنيه. الاوبستراكتيف يعني ايه؟ يعني رينج المصر قفلت، فالواد مش واخد نفس، مش بيرد داخل ولا طالع. او الريسبيرتور سنتر بتاعه وقف لمده 20 ثانيه، بعد كده يبدا يشتغل تاني. الابنيه في الماتشورتي دي بنص لجوه الكوز أبنية في البريتورز. حاجة تانية بتستفيد كويس للتاكتايل ستيميليشن. يعني ايه تاكتايل ستيميليشن؟ أي حد معدي جنب الطفل ده يزقزقه، أي حد معدي جنبيه يلطشه، أي حد معدي جنبيه يفقعه بالقلم كده. يعني الفكرة كلها عايزين نصحصحه، عايزين نصحصح الأسباب دي. مش هقول كل شوية نفتح الحضانة ونصحصح ونزقزق ونكتب، صعب. نعمل إيه؟ بنربط رجل العيان، نربط رجله بشاشة ونطلعها بره الحضانة. اللي معدي كده ومعدي كده يتشكل فيها، ومعدي كده ومعدي كده. فهي بتقتل الاستيميشن كده في الحضانة ولا حاجة. لو حد فيهم عدى على أي حضانة هيلاقي معظم الدكتور الانفانتس مربوطين بشاشة. أول ما الحاجة تبتدي الحضانة عندنا، أول ما الحاجة مش عارف معلومات يعني حاجة كبيرة لي في المحاضرات. كانوا بيقولوا بس تكتل استيميشن خلاص، بس ازاي بيعملوا مش عارف. فما دخلت لقيت بقى يعني معظم الدكتور شاشه طالعه بره الحضانه مربوط فيها ازاز بيبسي، ازاز بيبسي، ازاز بيبسي. قعدت فعلا يعني اول حاجه يعني عملت لي اتراكشن ايه فايدتها؟ ايه بقى ايه؟ فعرفت بعد كده ان هو المعدي كده، المعدي كده بيلطش فيها 10 مرات يحصل له تكتل استيميشن كل شويه. طيب ده كفايه؟ 90% من الاطفال بيبقى كفايه، بس في 10% بيحتاجوا دراجز ان ذا فورم اوف ايوفيتين او كافيين سيتريت. ده بالنسبه للابنيا اوف الماتشورتي، وده كتير من الوحيدين بيجي سؤال في الامتحان. الحاجات المهمه بتركز عليها. تمام؟ خلاص الابنيا وعرفنا انها ممكن تكون برايمري او سكندري. والبرايمري اشهر حاجه فيها ابنيا اوف الماتشورتي. خلاص؟ هنخرج بعد كده كل ايتم هنتكلم عليه بالظبط ثلاث دقائق. نمرة واحد الـ RDS the most common cause stress في اليونيتس especially في البريتور انفانتس. احنا عارفين كلنا ان في مادة عندنا اسمها سيرفكتن هو الالفيولار، فايدتها بتخلي الالفيولس دي تتغير، الهواء يدخل تتنفخ وبعد كده يحصل لها الاس في البوينت ترجع تتطلع الهواء اند سو. فالمهم يعني السيرفكتن دوت بيتكون مع الجستيشن ايد، كل ما الطفل ما بيكبر كل ما السيرفكتن تتكون تبقى ويل ديفلوبد. قبل 32 اسبوع يبقى السيرفكتن ديفيشنسي كوم، قبل 30 اسبوع فير كوم، قبل 28 اسبوع سيفير كوم، يعني اكيد اكيد الولد ده هيخش في الريس. تمام؟ طيب بيحصل ايه؟ ان السيرفكتن قليل، فلاقي الالفيولاي بتاع الطفل ده بيحصل لها كولابس ومش عارفه تفرد، فيجي ياخد نفس مش قادر يفرد الالفيولاي. حلو؟ حلو ايه؟ سيرفكتن
حد عارف قوية السرفكتنت بكام؟ غالية جدا. الفايل بتاع السرفكتنت بحوالي 2000 وكسر الواحد. هو هيحتاج كام واحد؟ تقريبا من 2 ل 3 بايتس. فبالتالي مش سهل الموضوع يعني نظريا سهل، هتلاقي السرفكتنت بقت صعبة. واقعيا ناس كتير ما بيقدروش يشتروا السرفكتنت. طيب اللي مش هيقدر يشتري ده هنعمل معاه ايه؟ سبورت فقط، اوكسجين، ميكانيكال فنتيليشن، سيمان، انتيبيوتكس فلويدز وخلاص. من حسن الحظ ان الفلويد المساحه دي كل ما العمر يعدي كل ما ده هيبقى معايا في الحضانه كل ما يبقى في سكريشن الاندولار، سكريشن سيفاكتنت يعني هيبقى في ماتيوريشن الاندولار، فانا كل يوم بكسبه بستفاد بيه. أكثر من 90% هيعدي وهيبقى كويس وهيتصلح. 10% من النشر الثاني اللي هو بيبقى سيفيرلي بريتر اللي هو بيبقى كم شيء اسبوع 29 اسبوع وما خدش سيفاكتور. مش هيقدر يبقى كومباتبل وصايب مش هيقدر يتعمل. طيب. زي ما احنا شايفين كده اكتريت ار دي اس تريتمنت اوبشن ثيرابي ريسبيراتوري سبورت اند سيفاكتور ثيرابي. في حاجه مش هتعرفها في الحضارات اسمها اوركو بالموناري ديزيز. الطفل يدخل الحضانه ويقعد فتره طويله عندي في الحضانه على ميكانيكال كونتريشن وعلى السيمان وعلى اجهزه وعلى مش عارف فلويدز وعلى تي بي ان وعلى اوكسجين كل ده بيتاهي. الاقي الانفلويد بتاع الطفل دوت والكلونز بتاعهم ابتدت تفقد الفانكشنز بتاعتها. السيليا اللي هي المفروض تتحرك كده ما بقتش تتحرك. الجلوكوز بقت فايبرس، الانفلويد بقت فيها سام سورت اوف فايبروز. فلاقي الفانكشنز بتاعتها بتاعت الانفلويد بتاعت الجلوكوز بتاعت ابتدت تبقى رست معايا مع الوقت. كل ما اجي افصل الطفل ده من الاكسجين يزن اروح ارجعه له تاني. اجي افصل يزن اروح ارجعه له تاني اند سو اون. فالطفل اللي هو بيقعد على الاكسجين فترات طويله سبيشالي اللي بيقعد على الميكانيكال فنتيليشن ده متوقع يحصل له رونكوم بالمره دي. حال ملك اللي اتولدت 32 اسبوع او 30 اسبوع بيستريسد في نفس اليوم ينطبق عليها بنت الرومان سبيسيا صح؟ ينطبق عليها ار دي اس؟ صح ممكن تمام. طيب بتاع بنت الرومان سبيسيا ده حل بيبقى ايه؟ حل ان انا اسحب الاكسجين فيري سلولي فيري سلولي يعني كل يوم كده انقص غرف مش عارف ايه يعني حاجه. في حاجة غير كومن بتحصل عندنا في المريض حاجة بيسموها ترانزيانت تاكيبني اوف جلوكوم. دي بتحصل في الأطفال اللي هم فول تيرم اللي بيتولدوا في الغالب سيزيريان سيشن. أيهما أفضل للطفل؟ ده سؤال بره ده. أيهما أفضل للطفل؟ اللي اتولد نورمال وجنري ولا اللي اتولد سيزيريان سيشن؟ نورمال. حد عارف ليه؟ عشان طبيعي. صح. لما واحد الوالد وهو بيتولد كده او الام وهو بيتولد من الدرس كمان بيتعصر. بيتعصر يعني خيال يعني ولد بعرض قلب كده وهينزل من السيرفس والمكان بره فبيحصل له حاجه بيسموها كومبريشن دي كومبريشن. يعني الولد ده فعلا بنعصره وبعد كده يفك مراحل. العصره دي مهمه جدا للالفيولاي والنار اللي هتشتغل انها تعصر الفلويدز الزياده اللي فيها. ما هي لانج جوه الالفيولاي اللانج جوه اليوترس بتفلس قبل الولد تبقى لانج دي عباره عن كتله لحم ما فيهاش هواء خالص صح ولا لا؟ يبقى فيها هواء بس اول ما ياخد نفس بعد الولاده صح ولا لا غلطان؟ فالطفل لما يجي يتولد لسه ما خدش نفس فالكومبريشن دي كومبريشن ده يخلي الانفلاي يعصر الفلوز الزياده اللي فيها. اللي بيتولد سيكشن ما عندوش الكومبريشن دي كومبريشن. صح؟ فيتولد الفلوز كونتنت بتاع اللانج بتاعته اعلى من الطفل اللي اتولد نورمال. على السبب. فده ممكن يقعد كام يوم على السيركوليشن تحسن الفلوز كونتنت بتاع اللانج. على ما السيركوليشن يشتغل والبنون سيستم يشتغل والسيستم على ما نسحب الفلوز دول يقعد له حوالي 3 4 ايام.
التدرعتين دول هيخلوك استريزيت، عشان كده بيسموها ترانزيت. يقعد 3 ايام 4 ايام محتاج جاست بس اكسجين، وبيتصلح من غير سيفانتا ولا غيره ولا غيره. تمام؟ يجي لكم في الفول تور استزاري. بريتور ما ينطبقش عليها حتى لو استزاري. بريتور اخاف اخاف من الار تي اس قبل ما افكر في ترانزيت كده. الفول تور افكر ان هو تي تي ان قبل ما افكر في الار تي اس. فحالة ملل ينطبق عليها ترانزيت كده في الجروب. ليه؟ بريتور في حاجة تانية بيسموها ميكونيوم اسبيريشن سندروم. حد عارف ميكونيوم؟ اه الطفل بقى اللي هو الانتروترايب اللي هيحصل له اسفيكسيا او هيبوكسيا لاي سبب لاي سبب انتروترايب السفنكترز بتاعته بتاع الجي اي تي بيحصل لها ريلاكسيشن فيروح يفوت شويه ميكونيوم في الانيوتيك فلويد. احنا عارفين ان الانيوتيك فلويد ده سائل بيتكون وبيتشرب من الطفل وبيخرجه. يعني هي دايناميك فلويد مش ستيشنري مش موضوع. المهم الطفل اللي هو انتر ترايب اللي اتعرض لهايبوكسيا او سيكيميا هيروح مطلع له شويه ميكونيوم. في بعض الاطفال لسوء حظها ادبرز ياخد له شويه ميكونيوم. يعني يتنفس او هيك يتنفس الحواخ شويه ميكونيوم. الميكونيوم ده بالظبط لو احنا حبينا نشبهه بايه نعرفه؟ زي الغيره بتاع رجل النجار. عارفين رجل النجار؟ الغيره اللي بيلزق بيه خشب. الغيره ده فصيله غيره فهيخرج جوه الارض او جوه الادفيرال او جوه الكلوز ينزل بالظبط يعمل حاجه بيسموها كيميكال ادفيرالز مش انفكشن بس هو بيعمل سيفير انجر. فالطفل ده بالظبط هيدي بيكشر اوف نيمونيا بالظبط. بس ازاي فجعوا بقى ان ده نيمونيا او ميكونيوم اسبيريشن؟ في الغالب الاعم بتاع ميكونيوم اسبيريشن بيبقى عادي هيستوري يعني في حصل له هيبوكسيا او اسفيكسيا اثناء انترا ترين وينزل ميكونيوم ستيند. يعني ايه ميكونيوم ستيند؟ جسم من بره كله مصفر من الميكونيوم ضوافره مصفره مناخيره وبقه في ميكونيوم. لما الاقي البيكشر دي والاقي دي ستريس وانت عنيسه يقول لي يكون معلش اللي هو كان الفيزيكال بروفايل بتاعه وحش افكر ده ممكن اسبيريشن. ودي من اصعب واغلس الحالات في العلاج بتاعها لان مفيش حاجه تفك الكليه. مفيش اب تو ناو مفيش دراج يفك الكليه. احنا بننتظر لغايه ما جسم الطفل ده يقدر يعمل ابسوربشن والماكروفيجز تاكل الكليه. قصه طويله عريضه كلها حوالي 3 4 اسابيع. فمن اكثر الناس اللي بيقعدوا معانا في الحضانه بتاع الكليه اسبيريشن. طيب حاله بلد اللي احنا شرحناها اللي هي الطفل اتولد تبتدي اسبوع وستريس في نفس اليوم ينطبق عليها الميكونيوم اسبيريشن؟ لا ما قلناش خالص هي اسفيسيتد ولا ستريس ولا صح؟ صح بيتم نورمال ولا في حاجه بيسموها ايه ليجيك سيندروم. معلش انا عارف ان الاسماء صعبه والمحاضره كنسه شويه بس دي حاجات لازم نعرفها. يعني ايه الكورة اير ليجج سندروم؟ يعني ممكن الطفل ده يطلع الولد متعرض يعني عامل افكار تريزن ديستريز نتيجة اير مش في مكانه. يعني ايه اير ليجج سندروم؟ يعني طفل عنده مثلا نيومو ثوركس، طفل عنده نيومو ديستايل، طفل عنده نيومو ريكاردي، طفل عنده يعني هواء مش في اللنج بره اللنج. لو طفل عنده يوم ثورس هيطلع تعرضات بتحصل لها ايه؟ كولابس. فيبقى دي فكره ستريس ولا لا؟ هيبقى ستريس ولا مش ستريس؟ تفتكروا المشكله دي عندنا في الحضانه كورونا ليه؟ عشان الميكانيكال فنتيليشن. الميكانيكال فنتيليشن انا بوصل الطفل على جهاز كده بيدي بريشرز بريشر عشان اساعده في التنفس بتاعه. فالدكتوره تيجي لسه مبتدئه لسه ما تعرفش البريشرز تظبطها ازاي فتروح حاطه البريشرز عاليه تفرق على الدولار. وصلت؟
طفل مثلا بيعمل ارم باك انتليشن، ده بيستعمل كتير خالص في الاستيشن، هو مش عارف فيجيب ارم باك بتاع واحد كبير ويتنفخ يحصل رابش، فالالبومار فينريت سهل يحصلها رابش تحت تاثير ميكانيكال انتليشن، تحت تاثير سباك، تحت تاثير ارم باك، ايا كان في الاخر خالص هيحصل يوم ثوركس او يوم ديستاينال او يوم ريكاردم ويضغط على الارم. هل يستو بتاع مالك اللي احنا في اول شريحه ماشي مع الحاله دي؟ ما حطيتش على حاجه. تمام. بس خلصنا كده. قبل ما اقول اذر كوزز ارجع معاكم بسرعه كده. ايه الفيجن سندروم؟ يعني هواء مش في المرض. هواء بره المرض. خلاص؟ يكون الاسبيريشن بيحصل في حالات الاسفكسيا او الهيبوكسيا انت بتراجل ويعدي الكوبنيوم ويبلعه ويخش جوه الانفراد وهو جوه الاسبيريشن يتنفسه. ترانزيت تكبني في نيبون فولتر سيزيني رونكو برمانس ميزيا حاجز عندنا لما اصحابه سيوب وهو عم كان كالفنتيليشن ار دي اس ريتر وفي نفس اليوم تعب نفس اليوم مش قاعد يومين وثلاثه وبعد كده جاي. اخر حاجه بس هقولها مش موجوده في الشرايح اللي هو الانفكشن اللي هو برونكو نيومونيا. هل في الميز ممكن يحصل انفكشن ممكن برونكو نيومونيا؟ اه ممكن يحصل بس مش هيجي لي بصوره ديفكالت بريثنج بس هيجي لي بصوره سيبسيس. مش احنا اتفقنا من شويه ممكن يجي لوكال بس ايه حتى لو حصل له بقى انفكشن لوكال هيجي بيكشر اوف سيبسيس اللي هو على ان شاء الله. طيب ما انساش اللي حولناهم بقى كلهم بالمونري بوزس عندي اكسترا برمجه الكورس والستريس الهارت والبرين والميتابوليك. اشهر حاجه عندنا في الهارت بتعمل ديفيكالت بريثنج وجرانتنج وممكن سينوزس حالات البي تي اي بيتا داكتس او سينوزس. مش هشوفها في العضل ولا هشوفها في الميتابوليك في الميتابوليكس هشوفها دايما الطفل لسه موجود في اول اسبوع اسبوعين الاخر. البي دي اي دي بيتحمل اعطار اشهر سبب عندنا بيعمل هارت فيلر في الحضانات البي دي اي. لو واحد جاي ديستريس مش عارف ياخد نفسه ومش لاقي تفسير بالمونري الله يكرمك فكر في البي دي اي. مفيش بي دي اي فكر في كونجينيتال هارت ديزيز. مفيش كونجينيتال فكر في هارت فيلر نتيجه اي سبب. البي دي اي من الحاجات المهمه بالنسبه لكم في لازم تعرفوها ان الطفل اللي بيتولد عنده البي دي اي دي مفتوحه بتحمل على الهارت صح؟ علاجها ادي ايبروفين او ادي انجلوميتازين. حاله ملل بقى لو تفتكروا الحاله الستوري اللي قلنا عليها اشخصها ازاي؟ يعني اشخص ازاي بقى في اللي فات ده كله لو تعالى صعب اشخصها اذا كانت ار دي اس اذا كانت شيست اكس راي. هنعمل ايه؟ نمره واحد شيست اكس راي. احنا بفضل الله تعالى الشيست اكس راي بنشخص ما يقرب من 96% من الحالات الاستاذ. يبقى دي حاجه مندفع ولا لا؟ مندفع مش مش مكلفه ومش هتخلص ومفيش منها اي مشاكل. هعمل شيست سونار في بعض الحالات، هعمل سي بي سي وسي ار اي اي جي لو شكيت في السيستم، اعمل سيست ماركرز ونفس سي بي شيست او بريك اند سو. بس لو خدتوا بالكم من الاخر ده انت بتحلوله في مصر وما انا في مصر وما انا في اللي سجلت عندي شيست ازاي؟ السونار السي بي. هاو تو مانج بقى اي حاله ستريس هتخش الحضانه هتحط على اوبسيجن ده نمره واحد. بيجي سؤال في ام سي كيو طفل اتولد بستريس وات ذا فيرست ستيب؟ الفيرست ستيب بيتحط على الوش قبل ما اشخص. اكيد حاجه ثانيه السادات سبورت ده فرق استماع او كان كان بيتنيش. حاجه ثالثه ستارت الانت ما يكون حتى لو مش عارف السبب قبل ده غير ما يتشخص فايدر. الحاجه الرابعه تريتمنت ذا كوز يعني واحد عنده ايه سيلوز فاكتور واحد فيجر انت اند فيجر وات اخر حاجه ما تنساش الفلويدز والنيوتريشن يعني مش بس اوكسجين لا البلد ده محتاج
محتاج يشوفك عشان يساعده في الجزء ده. كده خلصنا الباب تكون المحاضره بتاع النهارده. انا سعيد بيكم جدا.